طيب ان اوفيولاتوري او نان اوفيولاتوري سايكلز. الله، باين من اسمها كده، يعني سايكلز ما فيهاش ايه؟ اوفيوليشن. يعني ايه اللي حصل؟ يعني اللي حصل انه الاستروجين طالع من السيكا انترنال سيلز بتاعت الجرافيان كوليكل وعمل بروليفرجيف فيز، صح؟ ها؟ ولقينا اليوتراين اندوميتريوم، الاندوميتريوم بتاع اليوترس، ها؟ ما شاء الله حصل له ديفلوبمنت كبير قوي وبقى فيري ثيك، بدل ما كان 3 4 مللي وصل 6 وبتاع، الله، واكتر و7 ها؟ لكن ما حصلش بقى، ما حصلش ايه؟ بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، وما طلعش ال اتش. المفروض نورمالي زي ما حكيت لكم بقى من شويه، ايوه، اللي لما زاد البروجسترون ده اهو عمل ال اتش سيرج، وده عمل اوفيوليشن نتيجه لعيب ما، او نورمالي بعد البلوغ كده بسنه، ولا الدورات اللي بعد البلوغ بسنه، او اللي قبل المينوبوز بشويه، او اذا كانت واحده ست بترضع وبطلت رضاعه والدورات رجعت تاني، الدورات دي كلها تلاقيها من نون اوفيولاتوري، يعني لسه ما خدناش على الاوفيوليشن، ده نورمال. لكن ممكن يبقى باثولوجيكال طبعا، يعني يكون في اي ديفكت مرضي منع الاوفيوليشن. طب ايه النتيجه؟ النتيجه ان البروليفريتيف فيز اندر افكت اوف استروجين، ها، شغال على طول ولا فيش اوفيوليشن. طب واخرتها؟ اخرتها هنبص نلاقي يا اما الاندوميتريوم بقى ثيك جدا وبقى فاسكولار جدا ومليان بلد، راح غصب عنه راح ايه، ها، عامل بليدنج وسلافنج، وراح نازل وراحت نازل من الاستريويشن، بس ما فيهاش اوفم طبعا لان ما حصلش اوفيوليشن اصلا، واخد بال حضرتك؟ يا اما الهرمون، واخد بالك، افراز الهرمون من الجرافيوم فوليكل قل بقى، يعني قاعد يزيد بعدين قل بقى، يعني وصل الى ايه؟ الى درجه معينه، وراح حصل ايه؟ بليدنج برضه، واخد بالك؟ ف الشكوى هنا غريبه جدا بالنسبه للست، تقول لك طبعا ما بتخلفش، طبعا مش عايز، ما فيش اوفيوليشن، ما فيش اوفم طلعت، فتقول لك انا متجوزه بقالي 3 سنين ولا بتاع، شو واسترايل، يعني عقيمه، عندي ستيريلتي، عقم، وما بخلفش. تقول لها بتجي لك الدوره؟ بتجي لي الدوره، بس بقى فيها السؤال المهم جدا، كل قد ايه هتلاقيها؟ انها اقل من 28 يوم، مش ثابته طبعا، كل 20 يوم، كل 21 يوم، كل 18 يوم، كل 22 يوم، يعني اقل من 28 يوم، لان ما حصلش سيكريتوري فيز خالص، حصل بس الفوليكولار فيز الايه، او الايه، البروليفريتيف فيز فقط، ولم يحدث الفيز الثاني بتاع الايه، الاوفريان فيز، اللي هو الايه، الليوتيال فيز، اللي هو السيكريتوري فيز بتاع اليوتراين سايكل، ما حصلوش طبعا. فهتبص تلاقي هنا ادي اللي حصل، انه ايه، فيل تو ستيميوليت ال اتش سيرج. ده مين اللي فيل؟ اللي هو الاستروجين زاد صحيح، واخد بالك اهو، استروجين اماونت ذات بروديوس اندوميتريال جروس، بات فيل تو ستيميوليت ال اتش سيرج، خلاص اكوردنجلي، ها، اكوردنج، ما فيش ال اتش سيرج، ما فيش اوفيوليشن، ما فيش اوفم طلعت، مش كده ولا ايه؟ ويستمر الاستروجين يعمل بروليفريشن، تمام، وبعدين لحد ما يزهق. مين اللي يزهق؟ مين اللي يزهق؟ يا الجرافيوم فوليكل يزهق، مش هيطلع استروجين بقى، اهو از ريزلت اوف ايزر ريجريشن اوف ذا جرافيوم فوليكل، ادي واحده. سو سلافنج، سلافنج يعني يتقشط بقى كده، وايه، ها، ويبتدي يتقشط السيرفيس سيلز بتاعت الاندوميتريوم، سلافنج occurs due to estrogen withdrawal او thickening of the endometrium، يتخن جدا خلاص مش قادر بقى يستحمل، راح ايه، ضارب بقى، وراح اللي حصل بيه. فهنا المشكله الرئيسيه للست طبعا اللي عندها ديت، انها تقول لك انا عندي ستيريلتي يعني ما بخلفش، والحاجه المهمه جدا ان الايه، ان السايكل هتبقى شورتر عن النورمال، يعني اقل من 28 يوم. هنا بنجرنا هذا الموضوع الى السؤال، ازاي تشخص او ديتكت الاوفيوليشن؟